الأستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر يحدثنا عن هذه الرؤية والحرص على مد جسور التعاون مع النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا هي في سعادة خاصة، في سعادة مرتبطة بي كشخص إن أنا موجود في الصرح العظيم دعوت، والسعادة الحقيقة مرتبطة بوظيفتي كرئيس مجلس الأمناء لجامعات الكندية. كابتن محمود الخطيب، أنا أعتقد تعبير كابتن محمود الخطيب بالنسبة لي أنا، عشان أنا الجيل اللي استمتعت، الناس دي ما استمتعتش بحضرتك زي كل استمتع يا فندم. معلش حضرتك، أنا السن دي أعدمني بقى. فكابتن محمود الخطيب القامة الكبيرة اللي الحقيقة استمتعنا بيه حضرتك، بتشرف ان احنا نكون مع حضرتك النهاردة. صديقي العزيز، صديقي العزيز السفير لوي دوما، Your Excellency, it's a pleasure as usual to have you in one of our events. It's a pleasure to have you here. Witness later on to see the profits and the benefits of this partnership in this country. Thank you for sharing with me this event. شكرا. أنا الحقيقة عشان ما نطولش على حضراتكم وآخد وقت حضراتكم، أنا يعني شكري الجزيل للنادي الأهلي والشركة المتحدة للإعلام الرياضي وزملائي في جامعات الكندية والدكتور ميخائيل وكل الناس اللي موجودة، ده شكر واجب لازم أقوله. بس أنا بقى هرجع أقول إحنا هنا بنعمل إيه؟ إحنا حقيقة مش جايين نمضي ورقة، إحنا جايين نكمل الفيجن بتاعة الجامعات الكندية اللي بدأت من أكتر من 20 سنة، إن إحنا بنبني حاجة مختلفة في أجيال الشعب المصري، وعايز امدها شويه في اجيال الشرق الاوسط وافريقيا، ان احنا نبني الجزء التعليمي اللي مرتبط بالعلم. بس النهارده بيقول ان هو مش علم بس، ده رياضه كمان مرتبطه بيه. لكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا طول عمرنا بنقدر تماما ان احنا الرياضي اللي بيخش الجامعه بياخد ميزه كبيره جدا على العلم اللي بياخده. فبنيجي النهارده بناء على اللي احنا عملناه قبل كده، بناخد باكورة اللي احنا عملناه، بنوقع اتفاقيه مع النادي الاهلي، وهو نادي القرن وهو النادي الاول، رضينا ام لم نرضى، هذه حقيقه. واحنا بنقول احنا لازم نكون على مستوى الحدث، واحنا على مدى 20 سنه بنقدم نفس الحكايه. احنا تعليمنا متميز، تعليمنا يستاهل ان هو يكون موجود على منصة النادي الاهلي. وانا بقول النهاردة من خلال الجامعات الكندية في العاصمة الادارية الجديدة دي، واحنا وعدناه ان احنا هندرس الموضوع بحيث حتى الجمهور العريض للنادي الاهلي هيستفاد من الشراكة دي، ايا كان الشراكة شكلها ايه. لازم ندرس الكلام ده جوه مجلس الامناء ونطلع بتصور ان احنا نفيد كل انسان بينتمي للنادي الاهلي، اذا كان عضوا او مشجعا او لاعبا يكون موجود. احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بندي منح خاصه لاعضاء النادي الاهلي والفرق الرياضيه بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بندي لاعضاء النادي الاهلي خصم خاص لاعضاء النادي الاهلي. احنا في حاجات تانيه ممتده، ان احنا ممكن بنستضيف فرق النادي في ملاعبنا، بنستضيف الاكشن كل الانشطه من خلال الاستوديوهات وكل الانفراستراكشر الموجوده في العاصمه. ومش هقول لحضراتكم لازم تشوفوها، اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده فخر لكل حد موجود عشان يشوف اللي موجود في العاصمه المستوى اللي موجود. مش هقول زي، لا هو احسن من نظيره اللي في الجامعات
اللي احنا بنستضيفها. احنا تاني لاخر مره احنا فخورين بوجودنا في النادي الاهلي وبالشراكه مع النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان السنتين اللي فيهم العقد يمتدوا الى مدى العمر، يكون في خدمه النادي الاهلي واعضائه وجمهوره وفي خدمه مصر كلها ان شاء الله، ان نطلع طالب رياضيا فت ومعاه اعلاميا فت ان شاء الله. واشكركم جدا جدا. شكرا جزيلا استاذ دكتور مجد القاضي رئيس مجلس امناء الجامعات الكنديه على هذه الكلمه الضافيه. لسنا بحاجه للتاكيد على انه العلم يبني بيوتا بلا عمود والجهل يهدم بيت العز والشرف، وهذا هو نهج النادي الاهلي الحقيقه، فكره اعداد ابناء وتقديم كل الخدمات الممكنه لهم لتتناغم هذه المسيره مع مسيره الدوله المصريه الساعيه الى انه التعليم والصحه تكون اساس بناء الانسان خلال العقود القادمه. فالشكر جزيل وموصول الحقيقه لكل جهد يبذل من كل مؤسسه، خاصه اذا كان النادي الاهلي صاحب الشعبيه الكبيره في مصر. دولة كندا كما يعلم الجميع وكما تفضل الكابتن محمود الخطيب هي دولة صديقة ترتبط بعلاقات متمايزة مع مصر، وهي واحدة من الدول التي تتصدر دول العالم في جودة الحياة واستقطاب العقول البشرية المتميزة وتوفير الحياة الكريمة القائمة على المساواة وتعظيم القيم الإنسانية. كندا ستشهد في 2026 حدثا رياضيا هو الأهم والأبرز في المعمورة، كأس العالم لكرة القدم.